هنا لقطة ثانية في الدقيقة 18 الكرة تصطدم بالحكم، وهنا الأهم عندنا هنا لماذا الحكم أوقف اللاعب والكرة بقت عند تطوان، وهنا غادي نشرحوها. هنا غنشرحوها، ركزوا معايا هنا، نعطيو الإعادة عاد باش نشرح هذه اللقطة هذه قانونا. ماذا يقول القانون؟ هنا أولا غيدير إسقاط، ولكن هنا التساؤل اللي طرح في لي كومونتير، بما أن الكرة بقت عند تطوان لماذا الحكم أوقف اللاعب؟ هنا هذه الإعادة، هنا شوفوا بأنه اللاعب ديال تطوان فاش ضربة في الحكم كانت تعطينا، هنا ضربات في الحكم كانت تعطينا واحد الهجوم مرتد، هنا كانت تعطينا واحد الهجوم مرتد ديال المغرب التطواني وتولي تشكل خطر. لو اللاعب ديال المغرب التطواني في نصف الملعب ديال تطوان ضربات في الحكم ومشات اللاعب ديال تطوان، الحكم سوف يسمح باستمرار اللعب لانها لا تشكل خطر على مرمى المنافس. الحاله الاخرى لو ضربات الكره كانت كره عند المغرب التطواني ضربات في الحكم ومشات عند اللاعب ديال شباب المحمديه، هنا الحكم يوقف اللعب لانها كانت الكره اصلا عند المغرب التطواني وتحول المسار ديالها لعند لاعب ديال شباب المحمديه، وهذا ليس بالعدل، وغادي الحكم يدير اسقاط ويرجع الكره لفريق المغرب التطواني. هنا هذه الحاله هذه بالضبط الكره عندما اصطدمت بالحكم بقات عند تطوان، كانت غادي تمشي عند اللاعب ديال تطوان، لكن غتشكل لنا واحد الخطر واحد الهجوم مرتد على مرمى شباب المحمديه، لهذا الحكم هنا اوقف اللاعب وقام باسقاط طبقا لقوانين لعبه كره القدم. شنا الحكم تيدير باليد ديالو هاد الحركه هذه، اشنو تيطلب من اللاعبين؟ يبعدوا باربعه امتار، شكون هما اللاعبين؟ هو ديال تطوان ولا ديال المحمديه؟ بجوج من اللاعبين يبعدوا باربعه امتار على اربعه امتار في الشعاع على الحكم ويديرها اللي اما اللعاب اللي كانت عنده الكره او لعاب اخر ديال المغرب التطواني، ماشي بالضروري نفس اللعاب، لكن جميع اللاعبين يبعدوا باربعه امتار. كاين استثناء اذا اصطدمت الكره بالحكم داخل مساحه الجزاء، اما المهاجم اللي ضربها في الحكم اما المدافع اللي ضربها في الحكم، في كلتا الحالتين اسقاط لحارس المرمى، اسقاط لحارس المرمى. نفترضوا هذه الكره ديال تطوان ولاعبين في مساحه الجزاء عند شباب محمديه، والناس ديال تطوان ضربوا الكره في الحكم، ما نديروش اسقاط ونرجعوها لتطوان، بما ان الحكم اثناء الاصطدام تواجد داخل مساحه الجزاء فالاسقاط لحارس المرمى. اذا في جميع ليكا لا الكره ضربت في الحكم او الكره انفجرت داخل مساحه الجزاء فدائما الاسقاط لحارس المرمى، وهذا الاستثناء اعطاه المشرع لحارس المرمى داخل مساحه الجزاء اي مساحه 16 متر او 50. نمشيو للقطه اخرى، الدقيقه 25 هنا يدير اسقاط، هنا تيطلب من اللاعبين يبعدوا باربعه امتار ويخليوا لاعب رقم 5 بعد ما هنا يتاكد، هنا اسقاط ارجع لنفس الفريق.